تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح باب التواصل معكم مستمعينا وأيضا متابعينا عبر حساباتنا في إنستغرام، موجودين معاكم لايف. بتخبركم طبعا بهذه الحسابات زميلتي في الاستوديو الدكتورة ندى الملا. صبحت الله بالخير دكتورة. صبحكم الله بالنور. محمود اليوم مستعجل، لاحظتوا هو متأخر. صبحكم الله بالخير والنور والسرور. اليوم الأحد، اللي يحبك الأحد، وعسى إن شاء الله يكون أسبوع جميل مليء بالإنجازات وأسبوع مشرق للجميع إن شاء الله. خلكم متفائلين في أول يوم في الأسبوع. ترى أنا مو متأخر، الباركينج ما كان موجود. هي والله ما في هي سامحنا. إنزين حسابنا على الإنستغرام. بتنزلين أنا أوسمت بعد إني أنا شو اسمه؟ إذا أنت متأخر. إيه. تدري واحد يكون منتظم يتأخر مرة واحدة يعني تعتبر كارثة. عرفتوا؟ لو واحد دائما متأخر عادي نطوف له. مثلك أنت يعني دائما متأخر عادي يعني نطوف لك. عموما. أحلى صباح لفريق العمل عندنا اليوم، شيمة تناك في التنسيق معانا، أيمن سرحيل موجود معانا، براويكم أيمن اللي تابعنا على حساب الهيئة ممكن يشوف أيمن، ما أدري أيمن واضح أحلى مخرج، أحلى مخرج عموما. وأيضا كل التحية لفريق قسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي على إعدادهم لجميع الحلقات اللي تخص هذا البرنامج. دكتورة خلينا ننوه برابط التأمين الصحي. رابط التأمين الصحي www.ishd.ae. تدخلوا على الرابط تشوفوا كافة الاستفسارات مالتكم والأجوبة وعدلوا أوضاعكم قبل انتهاء المدة. ننتقل لرسالة السوشيال ميديا مع أسماء. السلام عليكم. هلا عليكم السلام أسماء، شخبارك؟ تمام الحمد لله، شخباركم؟ الحمد لله. شو رسالتنا؟ يوم عيد، يوم أحد. اللي يحبك الأحد. اللي يحبك الأحد خلاص صار هذا سلوغن عندنا، يوم الأحد. شو رسالتنا اليوم يا أسماء؟ رسالتنا اليوم خصص 30 دقيقة من كل أحد اللي يحبك الأحد طبعا لتحديد مهامك لهذا الأسبوع، ثم رتبها حسب الأولويات والضرورة. نتمنى لكم أسبوع حافل بالإنجازات. صحيح، جميل يا أسماء، جميل. شوفي عندنا في مواقع التواصل الاجتماعي عندنا ما شاء الله اليوم في الويكند كان في وايد فعاليات، من ضمنها كنا نسوي فعاليات خاصة للفئة الطب المساند المساندين. صحيح. فنظمنا مثل نظم قطاع الرعاية الصحية فعاليات رياضية خاصة مثل للعمال الأمن والنظافة، وهذا كلهم إنه يوم رياضي كامل لإسعادهم وتحريك مثل ما يقولون الطاقة الجسدية. صحيح صحيح، جميل جميل يا أسماء، وشاكرين لك. أهم شيء كنتي موجودة معنا أمس دكتورة عن تكلمي عن التهاب الأذن الوسطى. ان شاء الله مشكورين مثل الناس تتابعنا ان شاء الله على حساباتنا ان شاء الله انستغرام سناب شات تيك توك دي اس اي اندر سكور دبي، صح، والفيسبوك واليوتيوب واللينكدين دبي هيلث اوثورتي. جميل، واحنا موجودين لايف ان شاء الله على اكونت الانستغرام الهيئه الصحه ونور دبي بعد ان شاء الله. ان شاء الله يا اسماء، ويومك سعيد يا اسماء. يومكم سعيد. شكرا لك أسماء الجناحي. كانت تتكلم عن اليوم الرياضي أسماء الجناحي. صحيح. معانا في الاستوديو انضم لنا استاذ حمزة عباس. استاذ حمزة بس قرب من المايك هذا، ما عليك أمارة. انزين، وخبرنا عن الأنشطة اللي كانت في اليوم الرياضي هذا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم اشكركم على مجهود اللي تقومون فيه في الإذاعة. نعم. برامج الصحة
ومن خلال اليوم الرياضي أولا شيء توجيها وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن يكون هذا اليوم يوم الرياضي يتأخذ صبغة وطنية وبالتالي كان نشاط لجميع فئات المجتمع بدون استثناء من المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وبالتالي كان هذا اليوم مشاركة جميع مؤسسات حكومة دبي وكان بخلال التنسيق مع مجلس دبي الرياضي نحن نشكر مجلس دبي الرياضي على هذا التنسيق اللي كان بيننا وبالتالي نحن في هيئة الصحة من ضمن المؤسسات حكومة دبي اللي نشارك في هذا اليوم دعما لهذه المبادرة الحكومية جميل وبالتالي كنا نحن مشاركين في عدة فعاليات في هذا اليوم من ضمن فعالياتنا كان فعالية شاركنا مع مؤسسة جمارك دبي في سباق فعالية الدرجات الهوائية في نادي الشبه جميل كان حوالي ساعة 9 وبالإضافة أن نحن كهيئة الصحة كان عندنا عدة فعاليات عاملين لهذا اليوم كان في فعاليات كرة قدم كرة سلة كرة طائرة للجنسين في هذا اليوم كنا مسوينه جميل في نادي دبي الستار خلف العربي مول وبالتالي كان الهدف من هذا الشيء أن انسجام وتلاحم الموظفين في هذا اليوم لممارسة نشاط رياضي الهدف مو كم العدد نحن بنشارك صحيح الهدف الرئيسي كان تثقيف الشباب تثقيف الموجودين على الأرض بالنشاط الرياضي وأهمية الرياضة يأخذونه كأسلوب حياة في حياتهم اليومية كممارسة نشاط مو يوم رياضي بس هذا اليوم صحيح أنت طول يومك وحياتك تمارس النشاطة نزرع فيهم ثقافة أهمية النشاط الرياضي بالضبط وبالتالي كان نحن كهيئة الصحة من الناس وبتوجيهات معالي حميد القطامي أن نعطي أهمية كبيرة للنشاط الرياضي في الهيئة وبالتالي تم تشكيل لجنة رياضية بخصوص هذا الموضوع وبالتالي نحن الحمد لله في هيئة الصحة عندنا فعاليات كبيرة للموظفين نعزز فيهم نشاط الرياضي اللي موجود نطلعهم من عمل الروتيني اللي يقومون فيه كل يوم صحيح روتين في العمل لأن ما طلعوا من هالجو مارسوا نشاطهم الرياضي في مو بلازم في مكان في النادي برا النادي في الجيم وبتشوف وايد ومن يعني بلدية دبي ما مقصرين عاملين وايد مضامير في فرجان وبالتالي كل حد ياسي يمارس الرياضة أي مكان تروح تشوف الناس يمارسون يعني في الدور كبير في تثقيف الناس لممارسة النشاط الرياضي ما دام أنت عندك صحة صحيح. وقوي ممكن تعمل وتشتغل بكل راحة أكيد بس الرياضة شيء مهم الشيء المميز في هيئة الصحة أيضا هنالك فريق نسائي في مختلف الألعاب بالضبط في فريق نسائي في السباحة أعتقد في الطائرة في الدراجات عندنا كرة الطائرة في كرة السلة جميل وإن شاء الله هم يطالبون الحين كرة قدم بعد ونحن في يستهلون في ملعب ما تبغون حارس مرمى موجود أنا خلوني الحكم زين لا بالعكس نحن في الهيئة الحمد لله الحين جهزنا ملعب كرة القدم في ملعب كرة القدم في ملعب كرة الطائرة في كرة السلة كرة اليد ملاعب جاهزة يعني والأخ محمود يدري بهالموضوع وبالتالي أي قطاع من القطاعات الموجودين في المستشفيات عندنا يبون يمارسون أي نشاط مجال مفتوح للجميع جميل. طيب حمزة كلمة أخيرة تبغي توجهها للجمهور قبل أن نختم معك اللقاء الكلمة الأخيرة أول شيء أقول شكرا لرعاة مالنا اللي كانوا معنا في يوم الرياضي جمعية التعاون الاتحاد التعاوني هذين نقول لهم شكرا دائما مشاركين ويانا مدعمين لنا ونقول لهم ألف شكر على ما تدعمون الهيئة من خلال الفعاليات اللي نقوم فيه كل مرة فعاليات عندهم يساهمون معنا وبالتالي أقول للموظفين في هيئة الصحة أن الرياضة مهمة خلوا أسلوب حياتكم ومارسوا نشاط الرياضي في هذا اليوم ترى مستمعين اللي ما يعرف حمزة عباس هذا الجناح الطاير كان يطلق عليه أيام ما كان يلعب في نادي الأهلي اليوم كان عنده بعد أظن اليوم اللقاء ولا يوم اليوم ما شاء الله عنده لقاء في البيان تابعوا وتعرفون قصة حياة هذا اللاعب يعني خدم الكرة الإماراتية بشكل كبير نحن نتمنى لك التوفيق أستاذ حمزة وكل الشكر لكم ولجميع الفعاليات اللي أنت تقومون فيها وإن شاء الله يا رب مثل ما قلت أن هي تتحول إلى أسلوب حياة نمط حياة هذه الرياضة لأهميتها في الحفاظ على الصحة العامة شكرين لك مشكورين تسلمون إذن دكتورة نحن ما نطلع فاصل بعد الفاصل عندنا مجموعة من المواضيع الشيقة بس نذكرهم بأرقام التواصل وحساباتنا
ونسلم الفاصل حق أيمن. حق أيمن. التواصل معنا عن طريق رسالة نصية على 4006 والاتصال على 600551414 وموجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي DHA_Dubai وعلى أكاونت نور دبي في الإنستغرام. سلامنا للكابتن حمزة كاتبي لك يا كابتن. وصلوا المعجبين لك. عموما فاصل وراجعين إن شاء الله. صحة وسعادة. ورجعنا لكم من بعد الفاصل عشان نواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. طبعا قسم القلب بمستشفى دبي يعد أحد أهم الأقسام الطبية اللي تتعامل مع مختلف الحالات الطارئة اللي تتطلب تدخل طبي عاجل إنقاذ الحياة، وهو الأمر الذي يشكل تحدي مستمر أمام الأطباء لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية لتحقيق أفضل نتائج الممكن للمرضى. للحديث عن هذا القسم وإمكانياته وإنجازاته والجهود اللي يقوم بها لتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة مثالية للسياحة العلاجية، يسر أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور جاسم الهاشمي استشاري ورئيس قسم أمراض القلب بمستشفى دبي. صبحك الله بالخير دكتور. صبحكم الله بالنور والسرور. دكتور جاسم، كان في نقل مباشر لعملية قسطرة شرايين القلب بالدعامات القابلة للذوبان، تم بثها مباشرة المؤتمر السنوي الثالث للقسطرة اللي اختتم فعالياته بدبي يوم أمس، فتعطينا فكرة عامة عن هالعملية، شو أهميتها، شو هالدعامات القابلة للذوبان، يعني فهم الكلام اللي قلناه تونا فهم للمستمعين، شو أهميتها هالدعامات القابلة للذوبان، شو أهمية العملية بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن عارفين ان التقنيات في الطب دائما تتجدد. في بدايتها كانت عبارة عن دعامة، تعتبر دعامة مثل بير مثل حديدية فقط، ثم دعامة مغطاة بالدواء، ثم دعامة قابلة للذوبان، يعني تحطها في الجسم وبعد فترة من سنة من سنتين إلى ثلاث سنوات تختفي هذه الدعامة تماما من الشرايين. طبعا نحن في مركز دبي للقلب تبنينا هذه التقنية الجديدة تقريبا من 2011، ونعتبر تقريبا من المراكز البارزة جدا في الشرق الأوسط في تركيب هذا النوع من الدعامات. هم طبعا في المؤتمر اختارونا نحن علشان نحن تقريبا نعتبر من المراكز المتقدمة والأكثر عددا في تركيب هذا النوع من الدعامات. ليش هذا النوع من الدعامات؟ لأن نحن يعني مثل ما تقول أنت ما تبغى تحط جسم غريب داخل شريان الإنسان، تبغى تحط فترة معينة يؤدي الغرض ويختفي. فهذا كان تقريبا السبب الرئيسي من وضع هذا النوع من الدعامات. جميل دكتور. هو إذا أنا حطيته وذا في الجسم زين، يعني خلاص أدى الغرض اللي أنا أبغي من خلال وجوده، ولا ممكن أن المريض يصاب مرة ثانية واضطر أني أنا أحط له الدعامة هذه مرة ثانية وثالثة ورابعة؟ نحن لو قسنا على الشريان الطبيعية اللي هي موجودة أصلا وتعرضت للتلف تضيقت، فما بالك شيء يعني مع فارق التشبيه من صنع الإنسان. صحيح. طبعا هذه الدعامات قد تختفي و قد يرجع الإنسان أنه يصاب مرة ثانية في نفس المكان، لكن نحن نعطي للمريض توجيهات وتعليمات وأدوية معينة يحافظ عليها تقلل من نسبة أن يرجع له هذا المرض مرة ثانية. جميل. ليش تم اختيار مستشفى دبي مثل هالنوع من العمليات؟ والله لعدة أسباب. السبب الرئيسي نحن تبنينا هذه التقنية من 2011 وركبنا تقريبا عدد كبير من الدعامات، وكان لنا مشاركات دولية في البحوث والدراسات المتعلقة بهاي الدعامات. جميل. وتم تركيبها على عدد كبير من المرضى كمان، مثل في عندنا في قسم القلب في مستشفى دبي. هذا السبب. السبب الثاني نحن نستخدم التقنيات الحديثة والخطوات الأولية المتبعة، يعني مثل ما تشتري جهاز جديد ويقول لك الكتالوج تبع 1 2 3، نحن ما زلنا بهذه الطريقة، لذلك نتائجنا جدا جدا إيجابية، فهم رشحونا لأن نكون نحن من المراكز اللي تقدم هذا النوع من الدعامات. يسألون التقنية تحتاج إلى جراحة، هذه التقنية طبيعة الحال أعتقدها
ابدا الجراحه ما لها دور في الموضوع، في القسطره، في القسطره التشغيل، في القسطره التداخليه، نعم، اللي هو يعني ما يكون في فتح، ما في فتحه كبيره عن طريق ال شت كذا في الفخ. نعم، في فتحه صغيره سواء نحن نستخدمها في اليد غالبا الان هي بس، فما فيها جراحه كامله ابدا. وفائدتها دكتور اذا كانت بالقسطره يعني مش بالجراحه، دائما دائما في لها فوائد اكثر، ان الواحد اول شيء ما بيضطر انه فترة الاستشفاء تكون طويلة بالنسبة لبعد العملية هذه. صحيح. هي أحيانا حالات تكون الجراحة أفضل من العملية من القسطرة التداخلية. أوكي. وأحيانا تكون القسطرة التداخلية أفضل من العملية الجراحية، يعتمد على الحالة، الحالة بالضبط، وكل حالة ولا ودراستها وشكل الشرايين ومدى تكلسها ومدى التضيق وأعداد التضيق الموجودة وعمر المريض وإصابته بأمراض أخرى مثل الكلى أو إلى آخره. السهولة عن الجراحة إن هي سهلة، يعني الموضوع كله يأخذ منك 10 دقائق إلى ربع ساعة وانتهى الموضوع خلاص، الشريان الحمد لله تم معالجته. أما في الجراحة طبعا دخول يومين قبل عملية جراحية تقريبا من 3 إلى 5 ساعات، ثم بعدين مكوث في المستشفى 10 أيام، فلما تحسب فارق الوقت كبير جدا، من ربع ساعة إلى تقريبا 10 أيام. جميل. لو نتكلم شوي دكتور بالأرقام، عدد المراجعين عندكم في قسم القلب، عدد الناس اللي استفادوا مثلا من هالخدمة؟ اللي استفادوا من هالخدمة تقريبا 350 مريض. جميل. من 2011 وهذا عدد كبير جدا، عدد جميل. كبير جدا. العدد تقريبا المرضى اللي يخدمهم قسم القلب شهريا أو سنويا؟ إذا تتكلم عن المراجعين الخارجيين ولا المرضى الداخلين لقسم المستشفى؟ ناخذ اذا عندك ارقام اثنين يكون مناسب. نعم، يعني خلينا نقول بالنسبه للعيادات الخارجيه والمراجعات تقريبا اسبوعيا 550 مريض بهذا المعدل، من 500 الى 550 مريض يتوزعون على مختلف العيادات التخصصيه للقلب. ترى نحن عندنا في القلب مو بعياده القلب فقط، عندنا تقريبا 5 عيادات تخصصيه في مجال القلب. جميل. اللي هي شو دكتور؟ مثلا عندك عياده سيوله الدم، عياده القلب العامه اللي هي عباره عن عيادتين، عياده فشل القلب، عيادة البطارية وتشخيص البطاريات، وعيادة كهرباء القلب، وعندنا عيادة الآن جديدة اللي هي متعلقة بعيادة النساء الحوامل المصابين بأمراض القلب. ممتاز. جميل. أنا جذبني اسم عيادة فشل القلب، هي ضمور وفشل عضلات القلب. يعني ما له علاقة بالحب والغرام، يعني قد يؤدي إليه. إذن نقول عن عيادة البطارية تلفت الانتباه أكثر. هي نعم. هذه عيادة البطارية، تركيب بطاريات القلب أو منظمات منظمات القلب، هاي تقريبا موجودة تقريبا من 2002 اللي يسمونه بيس ميكر. بيس ميكرز. نعم، اللي ينظم دقات القلب في حال كان كهرباء القلب لا يعني ضعيفة أو ما تستجيب. صحيح. نعم. صحيح. وهاي تقريبا تستوعب أسبوعيا بحدود من 9 إلى 16 مريض، عدد يعتبر مو بسيط، عدد يعني كبير. نعم. يكون عندهم، نحن نعتبر من المراكز الرئيسية في تركيب هذا الدعامات على مستوى الإمارات الشمالية. نحن نعتبر المركز الأول. أنا بتكلم على موضوع ما دام نحن فتحنا على مستوى الإمارات الشمالية، خلينا نتحدث عن الإمارات ككل دكتور، يعني أو إمارة دبي بالتحديد. عندك فكرة يعني آخر الإحصائيات أو الأرقام أو الأشياء اللي بالنسبة لإصابات القلب عندنا في الدولة أو في المنطقة ككل، وخطورتها وأهمية الوعي اللي يجب أن يتكون عند الناس بهذه الأمراض؟ وطبعا هل النسبة عالية عندنا؟ جدا، بس النسبة ما تتحدد بالإصابة بأمراض القلب بحد ذاتها كأمراض قلب. إنما هي إنما يعني أمراض القلب تابعة لأمراض ثانية أخرى نسبتها عالية جدا في الإمارات، وهذه الأمراض اللي هي العوامل الخطورة، السمنة، يعني خلنا نأخذ مثلا الضغط. الضغط من العوامل الرئيسية اللي تؤدي إلى أمراض القلب. كم نسبتها في دولة الإمارات؟ آخر إحصائية 65%، جدا عالي. وهذه نسبة هذه خطيرة جدا 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 يعني. وقلت نسبة يعني زادت نسبة الإصابة في ارتفاع ضغط الدم في الأعمار، هم الآن بدت من 45 وطالع، يعني أعمار صغيرة تعتبر، المفروض تكون فوق ال 55 وما شابه، لكن الآن صارت أمراض الضغط عندنا نحن في دولة الإمارات مرتفعة. لايف ستايل 100% له تأثير كبير، نمط الحياة اللي عندنا، والأكل قلة الحركة. لا بالله عليك، أنا بقول لك شيء،
انتشار المطاعم الفاست فود عندنا اكثر من نوع البشر، اكثر من عدد البشر الموجودين، اكثر من عدد البشر. صحيح يعني المطاعم الفاست فود بشكل خاص يعني فيها تكاثر عجيب ما شاء الله، كل اسبوع تلاقي لسه طويله مطاعم فاست فود جديده، بينما المطاعم اللي تقدم اكل صحي او اكل احنا دائما نقول يعني موزون السعرات الحراريه تلاقيهم قليل. من شيء لما نقول للناس يعني عيدوا حساب السعرات الحراريه او طريقه اكلكم، يقول لك دكتوره ما في، كل مطعم تقدم هالوجبات، انا ما اقدر احصل مطعم يقدم لي اكل والله يستخدمون طحين كامل النخاله او دهون اقل او دهون غير مهدرجه وهالاشياء، فهذا واقع موجود طبعا. فلا تاكل المطعم كله في البيت. ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. لو يعني منو اكثر الناس اللي يرتادون هذا النوع من المطاعم؟ الاطفال والمراهقين. ومسؤوليه منو؟ الاهل. الطفل بنفسه ما يقدر يصير، لا يقدر يصير، هو خيار من الأهل ترى 100%. أنا أتفق معك. يقول لك لازم المريض يقطع الاسبرين أو الأدوية المميعة للدم قبل كم يوم من قبل القسطرة. كم يوم من القسطرة يستمر يأخذها سواء بهالتقنية أو بالقسطرة دكتور؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح تماما. نحن المفروض يكون المريض يأخذ الدواء المسيل للدم اللي هم المعروفين يعني الآن انترناشنال بالأسبرين والبلافكس وما شابهها يعني وما مشى على وتيرة. أما الدواء المميع للدم اللي هو يزيد من سيولة الدم مثل الأدوية مثل الورفرين الهيبرين إيه، هذا الأفضل إنه يوقفها قبل يوم يومين من القسطرة عشان تقلل من نسبة الإصابة بالنزيف. جزاك الله خير دكتور جاسم الهاشمي استشاري ورئيس قسم أمراض القلب بمستشفى بهي. ما أدري في كلمة أخيرة تبغى توجهها قبل أن نختم اللقاء؟ الصحة للجميع، نسأل الناس ونطلب منهم أنهم يغيرون لايف ستايل مالهم. متعب في البداية لكن إن شاء الله بينجحون إن شاء الله. أنا أتصور الحين حتى صاير مثل الموضة أن الواحد يحافظ على صحته ويغير اللايف ستايل وكذا، من كثر ما الناس بدأوا يتكلمون عن موضوع الوعي الصحي، فأعتقد أن نحن محتاجين هذا التفكير عند الناس وأن يكونون بهذا الشكل قادرين إن شاء الله أن يبتعدون عن قسم القلب في مستشفى دبي إن شاء الله. يقول لي اليوم دكتور عبيد الجاسم قال ما شاء الله عندكم ارتفاع في نسب استقبال الحالات الفترة الأخيرة 30%، قال لي بالنسبة للأطفال. اي نعم. ها دكتور بالنسبة للأطفال مصابين بأمراض القلب، بأمراض القلب، وهذا قال لي إن في ارتفاع في استقبال حالات العمليات. والله يمكن أنا نحيل هذا الاستفتاء أو هذا هاي الإحصائية لمستشفى الجليلة ومستشفى لطيف لأنهم مختصين الأطفال هناك ممتاز في القلب أكثر من إحنا. عموما نحن نتمنى لكم التوفيق دكتور ويعطيكم الف عافيه، وجهود قويه جدا شفناها تكللت من خلال هذه العمليه، اتمنى لكم التوفيق. شكرا لك. اهلا وسهلا، حياك الله. اذا كان معنا الدكتور جاسم الهاشمي استشاري ورئيس قسم امراض القلب بمستشفى دبي. بعد الفاصل ان شاء الله عندنا موضوع وايد جميل، في حد كان يسال عن المفاصل والعظام، فنحن أمراض المفاصل والعظام إن شاء الله بيكون معانا دكتور بلال اليفاوي بعد الفاصل، فابقوا معنا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا مستمعينا تنطلق يوم غد الاثنين فعاليات المؤتمر العالمي الأول للعظام والكسور، ونحن من نناقش آخر مستجدات العالمية في هذا المجال الطبي المتخصص بما في الجراحة الملاحية ثلاثية الأبعاد واستخدام الروبوت وغيرها من التقنيات الجديدة اللي انطرحت من خلال الثورة التكنولوجية الأخيرة في عالم الصحة والطب، مع الدكتور بلال اليفاوي استشاري طب وجراحة العظام ورئيس قسم العظام بمستشفى راشد. صباح الخير دكتور. صباح النور يا أخي. هلا. من زمان كان ودنا تكون معانا في البرنامج دكتور، لكن مشاغلة ما شاء الله ما تخلص.
هذا شرف لنا وجودنا معكم اليوم. الله يسعدك دكتور. خلنا نتكلم في البداية قبل أن ندخل في الموضوع بشكل متخصص، خلنا نتكلم عن المؤتمر بشكل عام. شو هو المؤتمر، أهميته، عدد الحضور، الناس المستهدفين له، وليش يقام في إمارة دبي في هذه الفترة؟ يعني أعطنا باختصار شو هذا المؤتمر. المؤتمر هو المؤتمر الأول من نوعه بمجال جراحة الكسور والعظام. المؤتمر هيكون بتاريخ 20-22 من هذا الشهر، هيكون بأوتيل الجراند حياة. يعتبر المؤتمر بنسبة الحضور والمشاركين يعتبر هو من الأكبر من نوعه بالمنطقة. جميل. مش على مستوى دبي، حتى على مستوى الدولة وعلى مستوى الخليج. جميل. المؤتمر هيكون فيه تقريبا ما يفوق 45 متحدث من أفضل اختصاصيين بهذا المجال من دول العالم ومن دولة الإمارات. الحضور لغاية الآن تقريبا يفوق 600 طبيب. جميل، ممتاز. فعلى هالمستوى بالنسبة للحضور من المتخصصين من دول العالم والحضور من الدكاترة يعتبر من الأكبر من نوعه. جميل. المؤتمر هيقام على مدى 3 أيام، سيناقش أحدث أفضل الطرق بجراحة العظام والكسور. بنفس الوقت هيكون في 3 أيام كمان ورش عمل تطبيقية للدكاترة. هيكون 3 أيام من محاضرات علمية، وهيكون بمقابله كمان في 3 أيام ورش عمل تطبيقية. جميل، ممتاز. ما في شك أنه لا هيكون بدبي. دبي هي مدينة عالمية أكيد، وتستقطب العالم. بمجرد الإعلان عن مؤتمر بمدينة دبي، طبيعة الأمور أنه الحضور والعالم تيجي بتحب المجي على دبي. صحيح، بتفضل المجي على دبي عن المدن الثانية. منها مؤتمر ومنها سياحة في نفس الوقت. نفس الوقت. صحيح. وهذه الخطة. صحيح. هي سياحة علاجية. هي سياحة استقطاب خبرات لهالبلد. أكيد. فلذلك إن شاء الله بكرة بينطلق المؤتمر. إن شاء الله. ويكون على. إن شاء الله. يعني. على إن شاء الله بيكون على أعلى مستوى إن شاء الله. طيب دكتور، أنا بس برجع إلى الحديث عن المؤتمر دكتور، لكن في مجموعة أسئلة. يعني الجماعة ما شاء الله عليهم من أعلن أن أنت موجود، فوايد أسئلة جتنا. واحد يقول شو أحسن شيء ممكن نسويه عشان نزيد قوة عظامنا؟ ما نختصر في الإجابات دكتور عشان نرجع للمؤتمر. بالنسبة لهالسؤال هو سؤال عام، بس فينا نجاوبه بطريقة أنه الرياضة مهمة جدا. صحيح. عدم زيادة الوزن، طبيعة العمل وطبيعة طبيعة الإنسان. صحيح. بتأثر فيتامين د والكالسيوم، وخاصة نحن هلأ بهالفترات تقريبا كتير متجهين أنه جلوس، استعمال الموبايل، قعدة المكاتب، عم بتأثر على وضع العظم، ما بس العظم، على مفاصل الجسم عامة. جميل. على هذا السؤال يقول واحد، ممكن سؤال ركبتي تعورني بس من ألمسها حس بعوار، ما عندي أي إصابة ولا جراحة بس ما أعرف شو السبب، أنا رياضي في نفس الوقت. ما في شك، هذه يعني معلومة جيدة، ذكر أنه هو رياضي. فالرياضي بطبيعة الحال إذا حس بأوجاع، لو ما في إصابات يفضل أنه يراجع بأقرب وقت لطبيب. ممكن يكون، ما ضروري يكون أسباب سبب الإصابة. صحيح. في أسباب أخرى لأوجاع الركب، فيفضل أنه يراجع طبيب في أقرب فرصة أساس أنه يشوف الفحوصات. نأخذ عيسى عبر الاتصال. تفضل دكتور. صباح الخير أخي عيسى. صباح الخير، كيف الحال؟ بخير الله يسلمك، تفضل. الله يسلم. سؤالي الدكتورة، طبعا أنا سويت عملية الركبة، فقالوا لي خلاص ما تلعب كرة، وأنا مستمر في اللعب الكرة، فقالوا لي ما في إلا يبدلوا لي المفصل، يحطوا لي مفصل صناعي. كم عمرك عيسى؟ حاليا 50. 50 سنة. ما شاء الله ما شاء الله صوتك ما يبين عمرك 50. ما شاء الله رياضي. نعم. تفضل. فكنت حكم دولي قبل. ما شاء الله. نعم. فقالوا لي بيحطوا لي مفصل صناعي، وبعد
يعني بس حاليا استمر بالزيت يعني اللي حطوا لي الابر للزيت والمسكنات بس حاليا. ففي هناك علاج كزراعه كهالامور يعني انا بغيت استفسر من الدكتور. جميل، تبغى تسال سؤال دكتور ولا موضوع واضح؟ تسمع انت؟ انت ما سمعت المكالمه؟ الله يخليك عدل لي السماعه بس لان هاي سماعه ذكيه. ايوه الحين تسمع، الحين تسمعنا دكتور ولا؟ انا بسمعك. تفضل عيسى باختصار. الله يخليك عيد لي السؤال. باختصار مره ثانيه. تسمع الحين دكتور؟ طبعا انا سويت عمليه وقالوا لي خلاص ما تلعب كره، وحاليا انا استمر في لعب الكره. فقالوا لي ما في علاج الا يبدلوا لك المفصل، يحطوا لي مفصل صناعي. حاليا انا مستمر بالابر، الابره اللي حطوا لي الزيت هذا مع المسكنات. في علاج كزراعه يعني مثلا زراعه غضاريف، في علاج حاليا ولا لا؟ بس هالسؤالي. شكرا لك يا عيسى. تفضل دكتور. سيد عيسى، ما في شك انه حضرتك عمره 50 سنة، يقول 50 سنة عمره، رياضي ما شاء الله، زين، وحكم سابق، حكم دولي سابق ما شاء الله. ما في شك سيد عيسى، يفضل انه يكون في مراجعة وفي فحص جديد بالنسبة للركبة لنشوف قد ايه نسبة الإصابة. ما في شك صار في تطور كتير بعلاج الركب. والعمر 50 سنة يعتبر من الأعمار منقول بكير، شباب بعدها. أنه نعمل تركيب مفاصل، ما في شك في تطور كتير. حضرتك ذكرت أنه عم تاخد أوبر زيتية، في أوبر تطورت جدا بالنسبة للركب. بس يفضل قبل ناخد ديسيجن أنه أي علاج نعمل لركبتك، يفضل نعمل الفحص اللي هو الرنين المغناطيسي، وعلى أساسها نشوف إذا حضرتك ممكن تستفيد من العلاجات الجديدة الموجودة. صح. اللي هي كمان علاجات بالأبر بس مختلفة، حتى جميل. وصلت للخلايا الجزائية. جميل. عندك بأرقام التواصل لأن المستمعين هني المتواصلين معانا حابين الرقم دكتورة كم؟ 6-0-0-5-5-1-4-1-4 للاتصال، والرسائل على 4-0-0-6. طيب دكتور، حد يقول ممكن نحضر المؤتمر بدون ما نروح على دبي، يجي على التلفزيون مثلا، يعني في عندكم نقل على وسائل التواصل الاجتماعي شيء؟ في على الفيسبوك موجود حيكون موجود، وحتى على الويب سايت ممكن يشوفوا المؤتمر، لان انا عامل يوميا ابديت على المحاضرات الموجوده. جميل. وعن الحضور. طيب على نور دبي، السلام عليكم، كيف نتخلص من ألم الظهر مع العلم أنه ألم غير مستمر ووظيفتي تقريبا جالس 8 ساعات؟ ها دكتور، هي شخصت الموضوع بنفسها بالضبط. لما ذكرت أنه هي عندها جلوس 8 ساعات بالضبط. يفضل اللي بيشتغلوا بالمكاتب والجلوس الطويل أنه فترة، كل فترة ساعة ساعة ونص، يقوموا يحركوا حالهم، يعمل استرتشات معينة. يس. شغلات هذه علاجها بإيدها، لأن هي ذكرت مشكلتها العلة. يسعد صباحكم، أنا ما يعورني شيء، حبيت أشكركم وأتمناكم مزيد من النجاح. الحمد لله على الصحة. طيب الله يديم عليك الصحة والعافية. في واحد كاتب لي انشرع قلب الدكتورة يا حليلها، هاي يمكن عشان يمكن تعدل الايفات يبقى حص. سلامات محمود، صح، تستاهل السلامة. لا تي ردت الفعل اوفر تحصل يعني، مو بنا شيء دكتور. لا قلت يمكن اسعفك يعني. زين الحين اهم المحاور اللي بتنطرح في هذا المؤتمر، وابغي اتكلم من ناحية المحاور، اكيد راح تتطرق لابرز التكنولوجيا اللي تم توفيرها في هذا المجال، فخلنا نتكلم فيها. مثل ما ذكرنا انه المؤتمر حيكون على مدى 3 ايام. فالمؤتمر مقسم لعدة محاور. المحور الاول هو فقرات الظهر، المحور الثاني الحوض، والمحور التالي بالنسبة للأعضاء الإيدين والأرجل. جميل. بنفس الوقت مثل ما ذكرنا هيكون كمان ورش عمل تطبيقية بالنسبة لهالموضوع، مشان تدريب الأطباء على طريقة عمل الجراحات المتطورة. جميل. بالنسبة للظهر هيكون تطبيقية، بالنسبة للأيدل، بالنسبة للأرجل هيكون موجودة، هيكون أحدث ما يكون بالنسبة للجراحة الملاحية حتى الاستعمال
ثلاثية الأبعاد، أشعة ثلاثية الأبعاد خلال العملية لتقليل نسبة الأخطاء الطبية. شو الأشعة اللي هي الصور 3D يعني؟ 3D. أوكي. 3D داخل العملية. أوكي. داخل العملية هيكون كمان في محاضرات، وهذه التقنية أوريدي نحن موجودة عندنا بمستشفى راشد. إيه صحيح. موجودة النافيجيشن موجود، وإن شاء الله يعين على 3D printing. إن شاء الله بإذن الله. طيب كيف ممكن تقوية المفاصل إذا شخص عنده التهاب المفاصل؟ وشكرا حميد الأنصاري. تقوية المفاصل إذا في التهاب ما في شك إنه لازم يكون في له علاج. نعم. مش فينا نقول تقويتها وبنفس الوقت في عنده التهاب المفاصل. يفضل المفاصل إنه يتعالج. بدنا نشوف شو سبب الالتهاب الموجود عند المتكلم. تقوية المفاصل ما في شك اللي هو الرياضة المنتظمة والأوزان المناسبة لحسب طول الجسم. على طاري الأوزان دكتور، يعني أحيانا بالنسبة للرياضيين، بس قبل أسأل السؤال الدكتور بلال من الأطباء الممتازين للعظام الله يوفقكم، وفي أحد كان يتكلم السلام عليكم صباحكم خير وسعادة أخوكم بالصقر، شكرا لكم دكتور. طيب دكتور بالنسبة للرياضيين أحيانا لما يشيلون أوزان معينة زي هذه الأوزان الزايدة هي اللي تسبب إصابات كبيرة للرياضي، فكيف الرياضي يقدر يتفادى الإصابات اللي ممكن تحصل له أثناء ممارسة الرياضة؟ سؤال جيد. ما في شك استعمال الرياضة مهم جدا، بس استعمالها بطريقة سليمة. ممكن في أشخاص يشيلوا أوزان خفيفة وتصير عندهم إصابات. صحيح. لأن ما عندهم الطريقة السليمة وما في تدريب تكنيك. أو تكنيك جيد لاستعمال هالرياضات. فهي قضية أنه يفضل انه يكون في تدريب جيد قبل استعمال هالنوع من الرياضات. صحيح اكيد التدريب الجيد مثل ما قلت دكتور، انه في احيانا الناس حتى ممكن ما تشيل اثقال او اوزان بس تروح الجيم ممارسة رياضة بطريقة خاطئة تعطيهم اصابات، فبدل ما يدخلون يستفيدون من الجيم تلاقي يطلعون منهم باصابات ما تكون دائمة، يعني اصابات في العضلات مع طول العمر. صحيح. طيب دكتور نحن في المقدمة كان نتحدث عن الجراحة الملاحية، شو هاي الجراحة الملاحية؟ الجراحة الملاحية هل التقنية موجودة بالبحر يعني ولا شو؟ هو اسمه نافيجيشن. كمان الملاحة هو النافيجيشن، كيف النافيجيشن موجود بالسيارة أو صار موجود بحياتنا اليومية. صحيح. موجود كمان بغرف العمليات. هي تقنية موجودة إلى تقريبا 10 سنين أو أكثر، بس الحمد لله موجودة بمستشفى راجد تقريبا من 7 سنين موجودة. نحن بنستعملها بتركيب المفاصل. تركيب المفاصل ما في شك هي من العمليات المعقدة شوي، ونتائجها إذا ما كانت سليمة بتأثر على حياة المريض طول عمره. صحيح. فلذلك استعمال الملاحة بمجرد ذكر إنه استعمال نافيجيشن هي لنكون دقيقين جدا. صحيح. في تركيب المفصل لتحسين نوعية العملية وتحسين نوعية المريض. أكيد. نوعية حياته. حياة المريض. حياة المريض. فهي بتقلل لك نسبة الأخطاء لدرجات لنقول حتى نوصل لمرحلة الزيرو. ممتاز. yes. ممتاز. هي بمشاركة، يعني بيكون مشاركة الكمبيوتر معك خلال العملية. ممتاز جدا. طيب دكتور بلال من الأطباء الممتازين، شكرا لك دكتور بلال أفضل دكتور. شكرا لكم دكتور تحياتي. الله يسلمك. أبو كاتب أبو جني، بس هو أنا أعتقد أبو جنة. دكتور يعني التقنيات والإمكانيات المتوفرة نحن استعرضناها بالنسبة لمستشفى راشد، ولكن عالميا يضحك أيمن عالميا شو في تقنيات في هذا المجال دكتور؟ في تقنيات كمان بالنسبة للعمليات الفقرات الظهر وفقرات ومجال الحوض. في تقنيات اللي هي سيتي سكان داخل العملية مع الملاحة الموجودة النافيجيشن، يعني خلال ما بدك تعمل عملية بالنسبة معقدة جدا لفقرات الظهر ممكن نستعمل سيتي سكان داخل العملية. جميل. وهالتقنية الجديدة ممكن المريض يعني يكون دقيقين زيرو مستيك، أخطاء نسبة الخطأ تكون صفر. جميل. والمريض بتوفر عليه بعد العملية الإقامة الطويلة بالمستشفى
بتوفر عليه السيتي سكان برات. هاي متى بتكون عندنا مستشفى موجودة؟ موجودة. موجودة؟ ما شاء الله عليك. ممتاز. ما شاء الله عليكم. طيب في مجموعة أسئلة الدكتور ما يمشي عليها على السريع. بالنسبة للمكملات الغذائية الخاصة بالعظام نفس كولا فيكس وغيرها لو نستخدمها بس نجيبها من الصيدلية نستخدمها عادي ولا لا؟ يفضل عدم استعمال أي دواء بدون استشارة الطبيب. أوكي. شو علاج ألم المفاصل الركبة لما الشخص بيتعب إذا مش إذا قعد عليهم أو كيف ممكن يخف هالشيء الألم المفاصل؟ ما في شك إذا في ألم يعني في مشكلة. مش أكيد. ممكن يكون في ألم من غير مشكلة. من غير المشكلة. فيفضل مراجعة الطبيب وعمل الفحوصات لنكتشف شو هي المشكلة وعلى أساسها ممكن العلاج يكون صحيح. موجود. أم زينب سؤالك ممكن نطرح فيه حلقة خاصة يعني كيف نكشف سرطان عنق الرحم، هذا مو باختصاص طبيبنا، ممكن بعد بشوف الدكتور هندي ممكن نجاوب. محضرت لكم حلقة. محضرت لكم. ممتاز. طيب دكتور عدد عمليات تبديل المفاصل ونسب النجاح لهذا النوع في مستشفى راشد إذا عندك الإحصائيات والأرقام؟ موجود الإحصائيات بس مشان المعلومة. قسم العظام بمستشفى راشد، مستشفى راشد هي أكبر مستشفى على مستوى الدولة. صحيح. وتروما سنتر واحد من هو من الأكبر على مستوى الدولة والمنطقة جدا. صحيح. كاملة. صحيح. فبال 2016 أجرى قسم العظام بمستشفى راشد حوالي 6000 عملية. ما شاء الله. ويعتبر هذا الرقم مش نحن عم نبالغ بس هو يعتبر من أعلى رقم على مستوى المنطقة. شو الأسباب دكتور؟ أسباب الحوادث. حوادث وايد عندنا يعني؟ الحوادث جدا عالية. يعني من هي من نسب حوادث السيارات يعني حوادث السيارات، حوادث وقوع، حوادث رياضية. رياضية والله متعددة. أمسات على شوية مطر دكتور، يعني الواحد يشوف الناس كيف قيادتهم للسيارة يخاف يعني في الشارع. صحيح. يقول يعني إذا 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 أنت ما بخايف على نفسك خاف على غيرك، يعني مزبوط. خاف على عيالك، خاف على ربعك. سليم سليم. فالرقم ال 6000 عملية يعتبر رقم عالي جدا. عالي جداً. جداً. إيه؟ على مستوى المنطقة. ونسبة العمليات المفاصل تراوحت بين أسباب تركيب المفاصل منه المشاكل الاحتكاك أو الكسور يفوق العدد الفوق 100 عملية مفصل بنسبة نجاح عالية جدا تفوق 97-98%. حتى بمستشفى راشد عمليات المناظير بالنسبة للإصابات الرياضية تعتبر من أعلى الأرقام بمدينة دبي. جميل دكتور، يعطيكم ألف عافية. يعني صراحة كان لقاء جدا جميل وحاولنا نغطي فيه كثر ما نقدر عن خدمات القسم الكبير يعني قسم العظام. فشاكر لك دكتور معانا. عندك كلمة حابة تقولها في نهاية اللقاء؟ نتشكركم وهذا شرف لنا وجودنا معكم. شكرا لك دكتور. قبل لا تشكرينا بس عشان المتابعين ما يزعلون، ما ياخذ هاي الأسئلة على السريع. أيمن دقيقة زعل عليك. انزين يصير عندي ألم عندما أقف وايد وأجلس على الأرض، شو رأيك دكتور؟ هذه بالنسبة للألم مش ما نذكر بالضبط وين الألم، هل هو بالركبة ولا بالظهر موجود الألم؟ والله شوف يمكن ذكر ما ذكر. دكتور الساعة كم يبدأ المؤتمر؟ إن شاء الله الساعة 8. الساعة 8 الصباح. التسجيل الساعة كم يعني 8؟ تسجيل الساعة 8 وابتداء المؤتمر الساعة 8:30. جميل. نتمنى من دكتور بلال تنسيق تقديم الخدمات العلاجية على مستوى مستشفيات الصحة، مستشفى حتى مستشفى دبي. إن شاء الله. إن شاء الله. شو علاقة فيتامين دال بمكملات الكالسيوم؟ ما في شك إنه الفيتامين دال هو من الفيتامينات المهمة بالجسم واللي اكتشفناه بهالفترة. صحيح. نسبة العالم اللي بتعاني من انخفاض فيتامين دال عالية جدا. صحيح دكتور. عالية جدا. يعني فينا نقول تتراوح فوق إذا من 10 فوق 6-7 مرضى. صحيح. عندهم مشاكل فيتامين دا. فبهالحالة يفضل إنه يكون في متابعة وفي فحوصات دورية بالنسبة لهالفيتامين. جميل.
جزاك الله خير دكتور بلال على هذه المعلومات، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في مؤتمركم المؤتمر العالمي الأول للعظام والكسور. شكرا لك دكتور. مشكور. الله يخليك. إذن مستمعين وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وكانت معايا دائما اللي تنورنا في الاستوديو طبعا دكتورة ندى الملة. شكرا لك دكتورة. شكرا لك، شكرا لكم يا مستمعين الجميلين. وأيضا في التنسيق شيمة التناك، شكرا لك. وشكرا لك يا أيمن. أيمن طبعا يسوي لنا كذا من صلوط. قبل الصوت قبل هذا نذكر اسمه بعد. عموما كل شكر لكم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد. تقبلوا تحياتنا ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.